مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مساء الخير واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم زمن الرياضه. وحلقه هذا المساء بتحتوي على الفقره المحليه اللي هي الساعه الاولى اللي حنخصصها لقضيه النظام الاساسي للمريخ وتطوراته وبعض الاحداث بالنادي الكبير. بعد ذلك نتجه لما يحدث في العالم واوروبا، الدوريات الاوروبيه، ومعنا الزميل سالم سعيد. بداية أو في بداية حلقتنا، العزاء الحار للأسرة الهلالية خاصة والرياضية بصفة عامة في الفقد الكبير برحيل الكابتن زغبير فجر أمس. الفقيد كان من رموز الوسط الرياضي ومن حراس المرمى البارزين في السودان لاعب الهلال، وكان عضوا لمجلس إدارة نادي الهلال. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكن فسيح جناته ويلهم أهله وزويه الصبر وحسن العزاء. بداية حلقتنا مشاهدي الأعزاء، يعني بنرحب بالضيف الكبير اللي أثار ضجة مؤخرا وحديث كل الميديا بتتحدث عن المريخ، وبتتحدث عن دكتور مدثر خيري المدير التنفيذي وعضو اللجنة القانونية بالاتحاد السوداني. دكتور مدثر مساء الخير وأهلا ومرحبا بك. مرحبا بك أستاذ معتصم، ومرحبا بمشاهدي قناة الشروق وزمن الرياضة. اهلا ومرحبا بك. يعني انا في البدايه قلت شغلت الناس، يعني ممكن الفتره السابقه الحديث كله كان بيدور عن المريخ وما يحدث فيه، كوم ودكتور مدثر خيري كوم ثاني. المعادله دي ليه كانت كذا تفتكر؟ والله يا اخي انا المفروض السؤال ده يوجه للناس اللي هم بيتناولوا شخصيه مدثر خيري بي 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 يعني بانتظام. خلينا نقول السبب شنو يعني انا ما بعرف، لكن انا رجل بشتغل شغل مهني، وسواء كان وظيفتي في النادي المريخ او كان في اللجنه القانونيه لاتحاد السودان لكره القدم، بقوم بالمهمه بتاعتي اللي بيملي عليها ضميري وبيملي عليها القانون، يعني دون املاء من احد. ولو في اي حد عنده كلام مخالف لذلك ما عندنا مشكله، النقاش والحجه بالحجه والراي والراي الاخر، يعني ما في ما في ما في اشكاليه، لكن بدون تضليل، بدون تناقضات، بدون استغلال عاطفة الجمهور. نعم، احنا في ده ما عندنا مشكلة، الباقي كله تمام، الباقي ما فيه مشكلة. نعم. طيب نحن هنبدأ من آخر التطورات، اللي حصل شنو باجتماع دكتور شداد بكم في اللجنة القانونية أمس؟ هل في كلام بيدور؟ هل صحيح أنه رفض ما أعلنه بروف محمد جلال عن عدم قانونية الجمعية وتم رفضه؟ والله شوف، هو الاجتماع طلبوا رئيس الاتحاد يعني مع اللجنة القانونية، وحضرت اللجنة القانونية ممكن 4 أعضاء منهم البروف محمد جلال الرئيس، ومحمد أحمد سليمان اللي هو نائب الرئيس، والأستاذ حسب الرسول هو المغرر، ومدثر خيري عضو اللجنة القانونية، بالإضافة لحضور النائب الأول اللي هو الدكتور عامر عثمان والأستاذ رمزي يحيى، بالإضافة للأمين العام دكتور حسن أبو جمل أبو جبل. فالاجتماع كان ما 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 فيه إثناء عن قرار ولا ولا ولا، كان نقاش للشيء اللي حصل، باعتبار ان المريخ ده احد الانديه الكبيره ومن الاعضاء بتاع الاتحاد السوداني لكره القدم، واللجنه القانونيه يعني الميديا تناولت عموما الحديث عن جمعيه المريخ بصوره خلينا نقول غير دقيقه او غير صحيحه، والاتحاد السوداني كان طرف في ذلك لانه ما كان وضح. الناس كانوا بيقولوا قرار بإلقاء الجميع العمومي للنادي، قرار بإلقاء الجميع العمومي، فدار الاجتماع كل الاجتماع كان عبارة عن هل هو قرار أم توصية، هل هو من صلاحيات اللجنة القانونية ولا لا، يعني نقاش دار في الأمور اللي زي دي. وفي النهاية طلع توضيح وبيان من المركز الإعلامي للاتحاد السوداني لكرة القدم، وقال إنه كل العملية اللي تمت هي ما في قرار أصلا صدر من اللجنة القانونية، لأنه ما عندها إنها هي بتصدر قرارات، لكن هي عملت توصية، والتوصية قدمتها للسيد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم. فده كل الملخص يعني. ما يتخذ فيها قرار؟ لا ما بيتخذ، ما هي توصية مقدمة لرئيس الاتحاد، بعد ذاك هو يدرس الأمر وهو اللي بيغرر يعني. طيب وليه كان راج إنه قرار؟ يعني كان راج في الإعلام إنه صدر قرار من اللجنة واستدعاء ضباط المريخ والجمعية غير قانونية. والله شوف، هما الجمعيه غير قانونيه دي الناس يعني اتكلم لك انا حته بزاويه ثانيه، يعني المبدا بتاع الاستغلاليه ما بيخلي لا اتحاد ولا مفوضيه ولا جهه ما تتدخل في الشؤون الداخليه للاعضاء اصلا يعني. تمام. القانونيه ما قانونيه بتحدد اللجان اللي بيكونها نادي المريخ نفسه، يعني في لجنه بتاع الطعون، وفي لجنه
اللي هي لجنة الاستئنافات ولتنظيم الأعمال أو الجمعية العمومية نفسها. يعني ديل إذا قالوا الجمعية غير قانونية هم اللي بيحددوا، لكن ما في جهة عندها الحق إنها تتدخل في شأن الداخل لنادي المريخ عشان تقول إنه الجمعية دي غير قانونية. الاتحاد كان بيرى إنه هو علق الكلام، هو علق أصلا الجمعية العمومية لنادي المريخ، عمل توصية علق الجمعية، وبالتالي إنه نادي المريخ تحدى قرار اللجنة القانونية زي ما يقولوا، ويعني وتحدى الاتحاد العام. الناس تصورت الأمر كده، فالناس لما جلست أول حاجة النقاش بها بساطة، يعني أنت كاتحاد سوداني لكرة القدم ممثل في اللجنة القانونية ما عملت قرار، لكن عملت توصية لنادي المريخ، هي توصية بتعليق إجراءات الجمعية العمومية. نادي المريخ رد على التوصية في نفس اليوم، رد على التوصية في نفس اليوم، ووضح انه نادي المريخ كان بيخاطب الاتحاد السوداني من يوم 22 سبتمبر. الاتحاد ما رد على الاشياء دي كده، والوضع الان يعني النادي اصبح جاهز والاجراءات اكتملت، واعضاء الجمعيه العموميه رغبتهم الاساسيه في ان تقوم الجمعيه العموميه في موعدها ورفضوا التاجيل، وبالتالي نادي المريخ طلب من الاتحاد السوداني الحضور ومراقبه الجمعيه العموميه فقط، اي لانه النادي المريخ ما بيستاذن من الاتحاد السوداني انا دار اعمل ولا ما دار اعمل عشان يقول لي تعمل ولا ما تعمل. انا ما بستاذن منك، انا بختارك، في فرق بين الاستئذان، بوريك بالبلدي، بوريك انا، لكن ما بستاذن منك لانه ما في نص في النظام الاساسي بيخلي نادي المريخ يستاذن من الاتحاد عشان يعمل جمعيه عموميه. نعم، ده بعدين بيجي في حاجه اسمها لائحه الانتخابات، لما انا اعدل النظام الاساسي واعمل لائحه انتخابات. نعم، واقوم في لائحه الانتخابات يجيز الاتحاد السوداني يروح لائحه بتاعت الانتخابات، ونادي المريخ يعمل لائحه انتخابات، ولائحه الانتخابات دي تجاز من اللجنه القانونيه ثم توضع لدى اللجنه لدى الامانه العامه بالاتحاد السوداني لكره القدم، حيكون فيها نص خاص بالانتخابات، لما نكون دار اعمل انا انتخابات ممكن انا لازم اختار الاتحاد السوداني. نعم، اذا ما جاء وما كده حتى بعد ذلك ممكن يقول لي يا اخي انا ما جيتك برفض لك. لكن الجمعيات العموميه دي بتاعت النظام الاساسي والنظام القديم، لا نظامي القديم اللي انا شغال به 2008 ولا نظام الاتحاد السوداني بيقول هنالك بند انه انا اصلا استاذن من الاتحاد السوداني. نعم، ما في بند بتاع استئذان، رغبه الجمعيه هي هي الجمعيه هي اللي بتحدد. لو انا في نص بيقول لي استاذن منك وانت بتمنعني، انا بقول خالفته. نعم، لكن انا ما طلبت اذن، انا ما طلبت إذن. ما طلبت إذن. انا طلبت انك تجي تراغب. وحتى لو انت ما جيت راغبت ده ما بيخدع حساباته في الجمعية العمومية حقتين. انا ممكن ما اطلب منك تراغب، ممكن ما تراغب، لكن انت للشفافية الاعتبارات النادي المريخ عنده حاجة اسمها الاوامر المستديمة للجمعيات العمومية. فيها بعض البنود اللي هي بتحلو انه يطلب مراغبين، يعني مش شرط المراغبين يكونوا الاتحاد العام، ممكن تجيب اي هيئة رياضية، تجيب اعلام، تجيب افراد، ايا كان مراكز يكونوا مراقبين، يجوا مراقبين. ليه؟ لانك انت دي تجربه يعني جديده، اول مره الناس هتعملها، فانت بتخاطب الكاف عشان يجي يراقبوا عمل الجمعيه بتاعتك يعني. نعم نعم. طيب مدى قانونيه في كثيرين بيتكلم عن ما قام به دكتور شداد وبيفتكروا انه يعني ما قانوني، يعني على حسب النظام الاساسي رايك شنو؟ والله هو حسب النظام الاساسي كلامه اللي قام به ده قانوني 500% مش 100%. الناس ما قادره يعني الرئيس اول حاجه النظام الاساسي بتاع الاتحاد السوداني لكره القدم نظام فيه رئاسي كويس، والتوجيهات كلها تصدر من الرئيس عن طريق الامين العام اللي هو رئيس الجهاز التنفيذي، والعمل بيمشي كده. اعضاء مجالس الادارات عندهم حسب اختصاصهم قراراتهم بتكون موجوده داخل مجلس الاداره، القرارات تحت مجلس الاداره دي تنفذ عن طريق الرئيس وعن طريق الامين العام. نعم. تمام. نعم. طيب حسب الاجهزه بتاعت الاتحاد هنالك لجان مساعده ولجان دائمه من ضمنها اللجنه القانونيه. نعم. الاشراف او التاكد من الاداء الفعال لاعمال او للاجهزه بتاعت الاتحاد دي مسؤوليه الرئيس. نعم. وده ليه قالوا يتاكد منها؟ عشان هو يضمن انه هذه الاجهزه تعمل وفقا للاهداف الموجوده في الماده 2. ما اي نظام عنده اهداف. نعم. لو انت خليت كل واحد يشتغل لحاله بدون ما يحقق الاهداف تحصل مشكله بالضبط كده. نعم. فلازم يكون هناك شخص غايد، شخص موجه عنده سلطه التوجيه، عشان اذا في اجراء ماشي عكس الاهداف هو يرجع الناس في الطريق السليم. نعم. مجلس الاداره نفسه في اوقات كثيره كان بيفوض اللجنه القانونيه ببعض من صلاحياته، خاصه في المراقبه واعتماد الانظمه الاساسيه والاشياء زي دي، مجلس الاداره كان بيفوضها اللجنه القانونيه، لكن اصلا وفقا للنص الماده 18 النص ده خاص بمجلس اداره الاتحاد السوداني كره القدم. نعم. هو اللي بيجيز الانظمه الاساسيه في الاول قبل ما تخش للجمعيه العموميه، لكن مجلس الاداره فوض وعمل منشور، فاغلب الاعضاء قبل ما يمشوا للجمعيه العموميه بيودعوا الأنظمة الأساسية لدى اللجنة القانونية، وهي بتعمل على ملاحظات وتديهم خطاب الاعتماد، بعد ذلك أنت بتمشي للجمعية العمومية تصادق عليه الجمعية العمومية وبتجي تودعه عند الأمانة العامة. دي الإجراءات كده، دي الإجراءات بتتم كده. يقبل رئيس الاتحاد لما يتدخل، ما أقدر أقول يتدخل، لكن لما يجتمع بلجنة ويتحدث معهم في أي من الأمور
ده حق له بموجب نص النظام الاساسي لتحسن كره القدم يعني. والحديث اللي بيدور وصراحه ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا نتكلم بكل شفافيه وصراحه، شداد هلالابي وعايز يشتغل ضد المريخ وعايز يعمل الكلام ده، يمكن تكون سمعته. والله انا قاعد اسمعه كثير يعني. هو لو شداد هلالابي ده يشتغل ضد المريخ، والناس قاعدين في المريخ ده الهلالابي يعني؟ ده سؤال منطقي. هم يعني هلالاب اطلاقا قاعدين يشتغلوا يعني؟ ابدا. ولو هلالاب فازوا بالدوري المره اللي فاتت ما كان يتنازل للهلال ده؟ نعم. مش كده؟ الكلام سليم. فنحن يا اخي اذا كان ما عارف انا اقول لك شنو؟ ما انت ما بتتكلم. انا جبيل قلت لك في البدايه قلت لك الناس ما تستغل عاطفه الجمهور. نعم. تقدر تستغل عاطفه الجمهور طوالي ده هلالاب ضد المريخ وضد دمع المريخ ضد الهلال وده ما شك اشتكى في هنا. نعم. بتستغل عاطفه الجمهور. الجمهور ودي الكلام ده ما صح. دي مشكله خطيره جدا. يبقى انت مريخابي يا اخي انا مريخابي. انت بتدافع عن المريخ انا دافع عن المريخ. انت ما مريخ اكثر مني. نعم. ما مريخ اكثر مني انت. نعم. انا المريخ ده زي ما انت بتخدمه انا بخدمه. نعم. انا في موقع بتاع مسؤوليه بعرف انا ده اذا شداد ده ضدي ولا ما ضدي. نعم. ما عندي مشكله. انا خمشي لك بعد من كده اقول لك كلام. نعم. بيقوم عشان يثبت لك شداد وقف بكري المدينه مش كده؟ نعم نعم ربط وما عارف بكري المدينه وقف مرتين. المره الاولى تحت المنتخب الوطني ورا مريخابي. ورا الوقاف. والاغاف الاول مريخابي وحس الاغاف بتاعه ده اوقفه سنه ونص. نعم. مش كده؟ نعم. ونحن بعد استئناف مرتين. المره الاولى تم الغاء العقوبه ولعب مباراه اهلي مروي. ثم ثاني لجنه الانضباط بعد ما اكملت الاجراءات تم ايغافه ثاني بنفس العقوبه سنه ونص. كويس. تم عملنا استئناف وعملنا استئناف لانه الناس بيقول لك والله مجلس المريخ تنازل يعني ما قدر يجيب ضد شداد. اول حاجه شداد ما عنده علاقه بلجنه الانضباط ديل ما بيتدخل فيهم. ديل لانه ديل جهه مستغله. تمام. الكلام اللي انا بقوله قلت بيتاكد من اداء العمل اذا كان مخالف للنظام الاساسي. لكن ده اقول العقوبه سنه ونص دي رجعت لعشر مباريات. نعم. مش كده؟ نعم. من سنه رجعت لعشر مباريات. نعم. اما الست شهور دي دي لانه تقرير بتاع مراقب ما حق الحكم. تقرير المراقب. تقرير المراقب المباراه. تقرير مراقب المباراه وقال نص الماده 52 والماده 52 بتتكلم عن لا تقل عن ست شهور. نعم. نص واضح وصريح. مراقب المباراه قال بكري تسبب في اثاره الجمهور. ومراقب المباراه من الرخام. الناس ما تتكلم ساكت يعني. مراقب المباراه من الرخابي واللي سبب في الاول في من الرخابي. شداد ما عنده اي علاقه كمان يعني. انا ما عارف الناس يعني الحته بتاعت العاطفه اللي انت تكلمت عنها دي يا اخي. انا اجيب لك اي سي علق الجمعيه العموميه شداد وليس اللجنه القانونيه. شداد هو اللي اللي علق الجمعيه العموميه لنادي المريخ. هو السيد رئيس الاتحاد بالتشاور مع اعضاء اللجنه القانونيه لانه القرار اصلا اللي صدر من اللجنه القانونيه ما كان بتعليق. القرار اللي صدر كان اشراف المفوضيه. الميديا دي كلها بعد اجتماع اللجنه القانونيه كلها كانت تتحدث عن المفوضيه تشرف. تشرف على الجمعيه. تشرف على الجمعيه، واذا المفوضيه ما اشرفت حيشرف الاتحاد. نعم. عشان كده قالوا اذا اشرفت ما اشرفت حتى بعدها ممكن اجلوه عشان الاشراف. ده الكلام الموجود في المحاضر الموجود. ده الشيء الرسمي. ده الشيء الرسمي. لكن لما نحن اللي اتضح في الاجتماع اللي بتاع امس الناس كلها عرفت انه التعليق ذاته التوصيه بالتعليق والحاجات لاسباب هو شرحها دكتور شداد. لكن في النهايه مجلس المريخ كان عنده راي ثاني. كان عنده راي. نعم. وقدم الكلام ففي النهايه قال لهم ده. طيب تصريحات بروف جلال كانت بعلمكم شاوركم فيها ولا كانت اجتهادات؟ اللي هي بخصوص شنو؟ بخصوص الجمعيه. واللي تحدث فيه عن الجمعيه والجمعيه هي غير قانونيه والكلام اللي دار في الميديا. والله ما في اجتماع. انا حضرت اجتماع واحد و ده ما كان في اجتماع. لكن تصريحاتك كانت قبل الاجتماع. قبل لما جيت الاجتماع. قبل الاجتماع. التعليق ذاته اللي حصل ما كان. اول حاجه انا قلت لك التعليق ما كان باجتماع. ما كان باجتماع. التعليق ده ما كان فيه اجتماع. قلت لك انا تشاور رئيس الاتحاد مع هنا وصدروا التوصيه بتاعت التعليق. حتى الامر بتاع انه غير قانونيه وتحويل لجنه الانضباط ده التصريحات كانت سبقت الاجتماع. اي انا عن نفسي قد ما عندي ما كان في مشوره. قد هو يرى انه انا عندي مصلحه او تضارب مصالح قد يكون شاور الاخوان الثانيين. ما انا ما اقدر اجاوب على الكلام ده. لكن بس الحته تضارب المصالح دي برضه تناقشنا فيها يعني. عشان نوضح للناس يعني. وضح اتفضل. يعني اول حاجه اللجنه القانونيه اسمها لجنه قانونيه وشؤون اعضاء. ونادي المريخ عضو. فانا لما اجي امثل العضو بتاعي سواء انا كنت هنا وهنا هنا انت ما بتتحدث عن مصلحه ذاتيه ومصلحه فرديه لمدسر خيري. نعم. تتحدث عن مصلحه العضو نفسه. نعم. والماده 2 تتحدث عن حمايه الاعضاء. اصلا اللجنه القانونيه والاعضاء ما فيها تعارض مصالح اصلا. ما فيها تعارض مصالح ولا فيها خطوره. انت لجنه قانونيه قلت لنادي المريخ دعم النظام اساسي. مش كده؟ النظام الاساسي انت كلجنه قانونيه انت اجسته. نعم. قلت النظام ده وفقا لمبادئ الحوكمه كلها لا فيه ظالم لا مظلوم ولا فيها يعني قلت المبادئ كلها موجوده فيه. مش كده؟ نعم. لما اجي انا اعرض لك
او اقول لك انا داير اعمل ايه تقول لي انت ما تحضر اطلاقا. ما هو ده انت انت اللي قلت لي اعمل الحاجه دي. واحده من تكامل المصالح انه انا عاجز نظامي ده عندك. نعم. فكيف مع انه انا الاجتماع اللي قبليه كنت حاضر يعني. كنت موجود. كنت موجود. نعم. يبقى المصلحه دي تتحدث عن مصلحه فرديه للعضو بتاع اللجنه. نعم. وليس عن مصلحه العضو. العضو الشخصي. العضو الشخصي نعم. وليس عن النادي. نعم. لانك انت لو داير تعمل طيب انت حتحمي مصالح الاعضاء، ما لازم الاعضاء اللي يقدموا لك طلب وتتناقش معاهم. تتناقش معاهم. السؤال انت حتتناقش مع منو من في الاعضاء؟ هل حتتناقش مع حتتناقش مع الناس المسؤولين الرسميين؟ ما الناس انت ما ممكن تقول يا زول ده مسؤول احوله لجنه الانضباط. نعم. لكن لما يبقى مسؤول عشان يجي يقول قضيته تقول لي ما تقوله؟ لا اطلاقا. ما في محكمه ذات يعني انت الليله يعني انا قلت الكلام ده ليه؟ لانه اول ما جينا مثلا تجي للاجتماع طوالي جاء عضو من مجلس الاداره قدم طعن في انا قريت انا سمعت الكلام يعني قبل ما يقول لي تتعارض مصالح. يا اخي ابسط حاجه بس اسال قول لي الطعن ده صح ولا لا؟ لانه دائما اسال فيفا دي لما تكون عندها قضايا كلها بتجيون اي شكوى اي طعن ما بيفصلوا فيه بودوا للجهه للطرف الاخر. نعم. عشان يقول رايه. فانت تمسك الحاجه طوالي وتقول يا اخي يا اخي خليك من رايك ده. خليك من ده. انت لما نظرتك على لجنه قانونيه قلت علقت الجمعيه العموميه. نعم. انت عرفت من وين الجمعيه قامت؟ عرفت من وين الجمعيه قامت؟ نعم سؤال ممكن. هل تعلم لغايه الان من الجمعيه دي من يوم 19 المريخ لغايه الان ما خاطب الاتحاد السوداني بخصوص الجمعيه بتاعته؟ ما وده اي ما في مستند. هل انت الكلام ده عرفته من الميديا يعني؟ طيب على اي اساس هو اصدر؟ والله ده سؤال يوجهه لهم، قول انت اصدرته من وين؟ هل انت ذاك العضو اخذته مثلا بكلامه الاعضاء؟ وذاك عضو مجلس اداره وناس في الاتحاد السوداني؟ نعم. اذا انت بتقول عضو مجلس اداره دخل في الاتحاد السوداني كيف تقول لنا تعارض مصالح مثلا؟ نعم. سؤال منطقي. ما يعني في حاجات كده حاجات ما مفهومه. بالضبط كده. وبعدين بصراحه الناس كلها بتتكلم في الميديا وانا بتكلم لك بالعربي البسيط. تمام. يعني دكتور مدثر اصبح هو المسيطر وبسير نادي المريخ حسب الوجه اللي هو عايزه واللي هو هو الدائره بيعمل الدائره في المريخ زي شنو مثلا يعني ده كلام يعني في كل الاشياء في المدرب في في النظام الاساسي في الاعضاء كل الاشياء دي نحن نجيها لكن انت هل صحيح انت المسيطر الان على المريخ؟ والله انا ما عندي علاقه باي حاجه. اول حاجه انا مدير تنفيذي يعني موظف موظف لكن خدت حيده خطين لانه موظف شغال متطوع في المريخ. نعم. ما باخذ لا رواتب ولا نسريات ولا حاجه ولا شيء. فهمتني؟ شغال موظف متطوع لنادي المريخ. نعم. كويس؟ وكان عندي مهمه محدده والحمد لله انتهت بجلسه النظام الاساسي. طيب مدرب ما عندي له علاقه. لا انا اتصلت بمدرب ولا انا جبت مدرب قالوا جبت انت ولا جبته ولا عندي به ولا وانا ما لقيت الكوتش عايد ده الا هنا في السودان. وعرفت يوم توقيع العقد وممكن تتاكدوا من الكلام ده ما عندي به سابق معرفه ابدا. ولا اتصلت به ولا انا اللي جيت بعد ما هو جاء وتم الاتفاق معاه عن طريق مجلس الاداره. احنا غننا الامر لعملنا عقد. نعم. الحته بتاعت العضويه دي برضه ظاهر فيها لغط كثير جدا جدا. كويس. العضويه دي هناك لجنه عضويه رئيس عضو مجلس اداره اسمه عمر محمد عبد الله الناس كلها بتعرف هو اللي عدى كشف العضويه مع لجنه العضويه وهو المنظم وادخال كشف العضويه لمجلس الاداره ومجلس الاداره اعتمد كشف العضويه. عمر هو المنظم. عمر هو رئيس لجنه العضويه. طيب قال لي ما نمشي العضويه دي قالوا انت تشطب وتدخل على كيفك. ما هو انا اشطب وادخل كيف اذا كان في رئيس وفي لجنه قاعدين انا اشطب بياته بياته حق. انا الحاجه الوحيده اللي عملتها كويس بدي الموجهات القانونيه بجيب النظام الاساسي ده بتاع نادي المريخ يقولون يا اخواننا الماده كده قالت كده العضو الماده 14 تقول العضو الذي يحق له تصويت جميع العموميه ده بيستحق اي ده يستحق ولا ما بيستحق بتكلم بكلام عام قانونية. لكن ما بتكلم عن فلان ده دخلوه فلان ده ما تدخلوه. نعم. يعني اي حد اسمه سقط معناه قد يكون ما دفع قبل شهر. نعم. ممكن يزول يكون ما بتدفع يعني العضوية. ما سقطته انت ما عندي انا اصلا العضويه قلت لهم انا بطبيعي ما بعرفها. نعم. ما بعرفها شغل العضويه يعني حتى ما بعرفه ولا اشتغلت فيه ما عندك معه وما عندي فيه خبره. نعم. اي حاجه انا ما بعرفها ما بتدخل فيها. نعم. بطبيعي حتى لو كانت تحت مسؤوليتي. نعم. بجيب شخص انه مفوض يشتغله. فهمتني؟ نعم. مع ذلك انا تحدثت عن انه اللي يحق له الدخول مين وما يحق له الدخول حتى الناس اللي بعد ما طيب يحق له الدخول وما يحق له الدخول دي برضه الناس يقول يمكن دكتور مدثر خيري فصلها للناس اللي هم عايزهم. ما انا وانا الناس اللي عايزهم ده منو انا ما عارف. نعم. انا ما اعرف هو ذاته الكشف الموجود ده ما عندك انا ما بعرف ده منو وده منو انا بعرف ده الاعضاء جميع عموميه هل ده قانوني ولا ما قانوني فقط بالضبط كده يعني في النهايه هل بتنطبق على الشروط ولا ما بتنطبق على الشروط؟ واحد من الناس اتصلوا علي في المكتب التنفيذي يا اخي زول ده دافع لغايه كده ولا كده وروني وروني قلت له ده بتنطبق على الشروط. نعم. لكن ما بيعرفوا تابع لمين. نعم نعم فهمتني؟ ده ما بتنطبق عليه الشروط يعني ده بعد ما طلع الكشف المبدئي لان انت الشيء الطبيعي انت الناس ما بتطبق 100% بيحدث مرات يعني زي ما يقولوا بتحصل اخطاء. نعم. دي وارده كثيره جدا جدا. نعم. نعم. في ناس كانت عندهم عضويه
في فترة سابقة قبل مثلا وديل اتضح انهم اخذوها في يوم واحد وفي وقت واحد وفي زمن واحد، فدي ما يسمى بالعضوية المستجلبة، او معناها الناس ديل ما كان حقه شرط المادة 9 واو اللي هي انت لازم الحضور شخصيا. نعم. فقلنا يا اخواننا اي شخص بيدا تثبتوه طبعا عضويته توقفوها طوالي، لان اصلا مجلس الادارة ما اجازها. نعم. لانه مجلس الادارة المفروض يجيز الكشف العضوية. طيب اذا الشرط ده ما اتعمل طوالي ديل تسقط عضويتهم. اللي بيجيك بعد ده اللي يجيك براو شخصيا وداير يعمل اجراءات واكتشفنا انه اجراءاته كانت سليمه رجعوا ورجعوا زي ده الكميه كبيره يعني. نعم. طيب الحته بتاعت النظام الاساسي والتعديلات المهمه اللي حدث عنها الشارع الرياضي والميديا واذا رجعنا لورشه قطر اللي قامت في نادي طابوري، الحديث عن انه دكتور مدسر برضه الناس بتمشي تجي دكتور مدسر لانك انت القانوني والقائم بهذا الامر بيفتكروا تجاهلت، بتحدث عن تجاهلت كثير من التعديلات. طيب ده سؤال كويس جدا جدا استاذ معتصم، الله يبارك فيك. أنا بالنسبة لي دار أوضح النقطة دي. نعم. أصلا هي المريخ جاته مبادرتين. واحدة من رابطة قطر والثانية من الحادبون أو الحادبين. نعم. أو بعض الحادبين زي ما هم سموا نفسهم. تمام؟ نعم. دخلت مجلس الإدارة كويس؟ الرأي قرار مجلس الإدارة لغاية الآن واضح وصريح وموجود في الميديا كله إنه مجلس الإدارة بيرحب بكل المبادرات طالما هي بالصب في إطار النظام الأساسي. نعم. بالنسبة للمبادرة تحت حادبين قالوا كالآتي إنه أعضاء المبادرة يجلسوا مع اللجنة القانونية لنادي المريخ. نعم. تمام؟ تمام. بحضور 2 من أعضاء يعني ديل ممكن 2 من الأعضاء ممكن يعني يحضروا معهم. لكن من الأول يحضروا مع اللجنة القانونية. ليه؟ لأنه اللجنة القانونية شاركت في زي 3 ورش سابقة. نعم عارف الحاصل. وعارف الحاصل كله. نعم. لما حد يجاب تعديلات جديدة بتقدر تناقشه. دخل أمس سليم. والأمر ينتهي هنا. بعد ذاك الاتفاق كان أول ما الأمر ينتهي هنا. تمام؟ طوالي الناس تمشي للورشه بتاعت قطر وتحاول تناقش النظام الاساسي كله بقى بالتعديلات اللي فيه. يعني احنا المفروض ندخل الورشه كم ورشه قامت قبليها وفيها تعديلات. نعم. وكلها فيها تعديلات وتتجمع، ولما تجي ديل اذا في تعديلات تم الاتفاق عليها يضاف في نفس المسوده وتطرح بعد ده لمنه للجمعيه. للجمعيه. نعم. اللي حصل الامر ما تم كده، دخلت حاجات ثانيه وفي النهايه ظهرت اشياء عكس وشوف الكلام ده رأينا عشان الواحد يقول لك ما انتوا عدلتوا انت، لا احنا ما رأينا. بالعكس احنا كنا ضد الحته دي لانه عرفنا الحاجه دي حتطول الاجراء. نعم. واللي حصل فعلا الورشه بتاعت قطر تاخرت ثم الجمعيه بعد ذاك تاخرت لانه كنا خايفين منه حصل. نعم. انه الاجراءات دي عشان ما تطول عشان ما يفهموك انك انت ضد التعديلات كويس، وفي نفس الوقت انت عايز تلتزم بالتاريخ المحدد الاول اللي هو كان يوم 11 اكتوبر. نعم. فقدر الله انه الناس ما يعني اجلت الجمعيه لغايه يوم 19، ولما جاء الامر برضه ثاني تنوغش في الجمعيه الاستاذ محمد موسى الكندو موجود وكان رئيس الجلسه، فتشاورنا الموضوع واضح انه احنا يا جماعه الناس هنا يعني لجنه حادبون يجلسوا مع اللجنه القانونيه. نعم. ونحن نعطي فرصه لناجل الجمعيه لغايه ما الناس تتفق على التعديلات. نشوف الحاصل. اللي حصل بعد ذاك حصل امر يعني ما تطبق نفس الكلام. ناس اللجنه القانونيه، انا عن نفسي مشيت الاجتماع، انا ما عضو في اللجنه القانونيه عشان نكون واضح مع الناس. كويس. بشارك معهم اذا دعوا ولا الحاجات زي دي، فدعوني للاجتماع. مشيت الاجتماع. مشيت الاجتماع لقيت في ممثل رابطه قطر وممثل رابطه الامارات. الناس اللي معنيين بلجنه حادبين ما موجودين. فسالت استفسرت قالوا عندهم اسباب وهم عملوا، المهم كلام ما كان الخلاصه انهم ما جوا. ليه؟ انا ما عارف السبب. ما بعرف السبب. وهم طلبوا. وهم الورشه طلعت بقرار زي ده. نعم. كويس. نعم. ومع ذلك الاخوان اللي قاعدين مسكوا التعديلات، اللي بيستحق الادخال ادخلوه، اللي ما بيستحق الادخال ما ادخلوه. نعم. وهي قد يكون الخلاف في حاجه واحده تقريبا بسيطه. اللي هي بس الهيكله اللي هي بتاعت مجلس الاداره. الاخوان راوا انه يبقوا على الشيء الموجود في المسوده اللي هو الرئيس ونائب رئيس والنواب. نعم. الاخوان في لجنه الحادبون كانوا بيروا انه هي رئيس وسكرتير وامين عام او امين مال. ده المسمى. ده في المسمى الخلاف هنا. احنا قلنا يا اخواننا رغم الناس بيروا انه الخلاف ده بسيط. لكن الخلاف ده كبير جدا جدا. نعم. لانك انت لما تتحدث عن وجود امين عام في مجلس اداره منتخب ده مخالف للبنود حقت الحوكمه المعايير اللي انت المفروض تعمل لها، لانه مجلس الاداره تحول الى سياسات وتخطيط. واشراف. ما عاد وهو جهاز رغابي، ما ليس تنفيذي. ما عاد هو الجهاز التنفيذي. نعم. فانت فصلت الجهاز التنفيذي من جهاز السياسات والتخطيط، عملت جهازين. لانه بعد الحكم يقول لك في حاجه اسمها المساءله. نعم. في المساءله انت
مدير المشرف عليك منو والمسؤول منك منو وهكذا، يعني انت خاضع للمساءله لجهه اعلى، وبالتالي اعلى المستويات عندنا هي مستوى الحوكمه اللي هو يكون فيها ادوار مجلس الاداره معني بالسياسات والتخطيط والاشراف. وبالتالي الجهاز التنفيذي اصبح كله موظفين بما فيهم الامين العام، ناس يتغاضوا مرتب، ديل يتغاضوا مرتب وديل وبعدين انا حاسبهم وانا حاسبهم عشان العمل في النادي يكون مستمر دوما ما يتاثر بالتغيير في مجالس الادارات. ده كلام سليم، ديل يكونوا ساعتين دي الديمومه هنا يعني النظام بيكون ثابت، يتغيروا على مجلس الاداره لكن النظام ثابت. الحاديبون كان عندهم راي في النقطه دي، كان عندهم راي في الحته دي، فهم كانوا بيروا انه يرجعوا للموروثات القديمه ويرجعوا للنظام بتاع 2008 ودي الخبرات اللي هم اكتسبوها وعرفوها بعرف النادي. فهم ده الكلام، وبناء على الكلام ده شال صلاحيات بتاعت الاداره التنفيذيه. طبعا واحده من الحاجات اللي ذكرت نعم قال والله النظام ده للرئيس والمدير التنفيذي، وفي زول لمح كده زي ما كان المدير التنفيذي خدت الحاجات دي لنفسه جهزها كده وفصلها له. لعلمك يا استاذ معتصم، نعم احنا لما ندينا المسوده بتاعت النظام الاساسي بنفس الهيكله دي وبنفس من اول ورشه انا ما كنت مدير تنفيذي لهذا المريخ. ما كنت انت ما كنت مدير تنفيذي في الوقت ذاك نهائي، ما عندي له علاقه ما في، يعني حاجه غريبه ما يعني انت بتعمل حاجه يعني ما المفهوم ده يقولوا كده كيف يعني. يتكلم عن انه انت مفصل ما, ما ما دي في حاجات كده عشان كده اقول لك الناس بتحاول تستغل عاطفه الجمهور والراجل ما هو زول لما يقول لك زول غلطان لازم يشوف له سبب يقنع الناس. نعم مش كده؟ نعم ما بيقدر يقول لك غلطان ساكت. نعم لابد من سبب، لازم يحاول يخلق له سبب. الاسباب دي قد تكون غير مقنعه فبيحاول يعني يستغل العاطفه بتاعت الجمهور. نعم ونحن نقول هي دي مشكله، سامحهم الله ما في حاجه، دي مشكله حقيقيه جدا. طيب اذا تكلمنا عن الجمعيه ذاتها يعني صاحبه طعون واللي حصل فيها شنو؟ يعني احنا نعرف اللي حصل وهل جيز النظام بشكل نهائي، يعني ده الناس نعرف الحصل فيها شنو. طيب انا بالنسبه للجمعيه العموميه عشان اعملها دي واحده من الحاجات خليني اكون معك واضح. نعم طيب دي انا جاني نعم ده طلب. نعم شايف ده اسمه ده تعميم، تعميم اللي هو ده ما يقصد به في الماده 13 اللي هي الموجهات او التعاميم. نعم بالجنانه. نعم انا التعميم ده جاني استلمته يوم 25/6/2019 اللي هو الموضوع نماذج اغرارات متطلبات توفيق الاوضاع، لانه الماده 85 بتقول انا مفروض اودع المستندات والمعلومات الموضحه في الماده 10 والماده 13. نعم ودوني مهله بتاع السنه. اذا انا في السنه دي ما عملت الاشياء دي انا حفقد حق التصويت. نعم مش كده؟ ما حيكون عندك. نعم يقبل الاتحاد السوداني لما الانديه تاخرت عمل تعميم قال لهم 25/6 وقال لهم لاحظ قال لهم واعادتها للاتحاد السوداني لكره القدم فورا فورا. دي يعني انا 25/6 انا المفروض 26/6 ارجع عليهم، ما في زمن. طيب واحده من المتطلبات انا درجع دي كلها نماذج اغرارات، لكن واحده من الحاجات الاساسيه اللي موجوده اللي هي حسب نص الماده 10 بند 3 الفقره الف واحد نسخة من النظام الأساسي ساري المفعول واللوائح الخاصة بالعموم. أنا عشان أعمل نظام أساسي ساري المفعول لازم النظامي اللي أنا أدخلته للجنة القانونية اللي أودعته عندها وأجازته لي واعتمدته لي مفروض أدعو لجميع عمومية. نعم كويس؟ نعم أدعو جميع عمومية وأخلي جميع عمومية دي تصادق لي عليه عشان أرجع عشان أودعه عشان كده أكون أكملت المتطلبات كلها. مش نعم كده؟ نعم لاحظ أنا قاعد ألتزم بموجهات الإتحاد السوداني. نعم واضح. والناس اللي ما ملتزمين ما في زول سألهم. نعم لكن انا قاعد التزم ده ودوني الانضباط. نعم. طيب لما جينا عملنا الحاجه دي بنراعي للنظام الاساسي بتاع الاتحاد السوداني لكره القدم اللي هو الماده 18 فيه تحديدا و17 يتحدث عن الاستغلاليه. تمام؟ نعم والماده 17 بتتحدث عن الاستغلاليه والماده 18 بتتحدث عن شيء اساسي اللي هو ان الامور بتاعت العضويه حقتي انا كل ما يتعلق بالعضويه يجب انا اديره بنفسي بنفسي. ما في اي تدخل. ما في تدخل من طرف ثالث، امور العضويه يدير العضو بنفسه. نعم انا عشان احقق الحاجه دي احققها كيف؟ نعم طيب قمنا عملنا لجان، مجلس الاداره عنده الحق تماما في تكوين اللجان وتكوين اللجان يشرف عليها. مجلس الاداره عنده بموجب نص الماده 21 من النظام الاساسي لعام 2008 لان احنا شغالين بالنظام الاساسي لعام 2008. 2008 نعم. تمام نعم. ووفقا للنظام الاساسي لعام 2008 انا عندي الماده 21 اللي هي اختصاصات وسلطات مجلس الاداره وتحديدا الماده 20 فيها تكوين اللجان المساعده والاشراف عليها وتحديد مهامها واختصاصاتها واصدار اللوائح المنظمه لاعمالها. كويس؟ واحده من برضه الماده 34 سلطان مجلس الاداره في اصدار اللوائح. قام مجلس الاداره اصدر لوائح، عمل الاوامر المستديره للجمعيات العموميه وكون لائحه تنظيم الاعمال وعمل لائحه العضويه وعمل حاجه اسمها اللي هي لائحه اللجان الداخليه كونها ودي كل الصلاحيات استمدها من النظام الاساسي 2008. 2008 تمام. نعم. طيب ده كله عشان شنو؟ عشان يفي بالتزامه
مع الاتحاد السعودي لكره القدم، لانه انت النظام دار تقدم للاتحاد السعودي مره تقدم لجهه اخرى. نعم. فانت عشان انا اقدم النظام ده للاتحاد، موجهات للاتحاد، بارك الله فيكم، للموجهات، لانه انا هنا بنظام 2008 كونت اللجان بتاعتي انا. نعم. لجنه لتنظيم الاعمال الجمعيه العموميه ولجنه للاستئنافات او نسميها لجنه الطعون والتظلمات. نعم. يعني انت اذا تضررت هنا تعال استأنف هنا، وبناء عليه قمنا عملنا جدول اجراءات الجمعيه العموميه. نعم. ده الجدول، ده الجدول بتاع اجراءات الجمعيه العموميه غير العاديه، ده علق في البول. كويس. ووضحنا للناس ابتداء من يوم 15 لغايه الاعلان قرارات الجمعيه العموميه انت تعلن وين وتعمل والقرارات شنو. طيب ما تركنا الامر ذلك، عملنا حاجه اسمها الضوابط، حاجه اسمها الضوابط والاشراف والتنظيم للجمعيه. نعم. حددنا الضوابط، ضوابط الجمعيه العموميه غير العاديه. كويس. الزول بيدخل كيف وبيدخل عن منه واللي بيتاخر منه، الاشراف والتنظيم بيقوم به منه. قلنا بتقوم به ثلاثه، لجنه الاشراف ولجنه تنظيم اعمال الجمعيه العموميه ولجنه الطعون والتظلمات. وتمارس الاعمال دي اللجنه دي اعمالها ويبغى الضوابط والاجراءات المقرره من قبل مجلس الاداره. طيب نحن هنقف مع النقطه دي، هناخد فاصل قصير يا دكتور ونجي راجعين عشان ما نتواصل. مشاهدينا الاعزاء فاصل قصير ثم نعود لنتواصل. رحب بكم جديد مشاهدينا الاعزاء، رحب بدكتور مدثر. دكتور مدثر، نحن نتواصل مع النقطه اللي كنا واقفين فيها. جدا. احنا وقفنا قبل وضحنا للناس الضوابط والاشراف والتنظيم للجمعيه. وحددنا الاشراف والتنظيم وقلنا مثلا انه مجلس الاداره في اجتماع رقم 39 تاريخ 15 سبتمبر حدد، قال في لجنه للاشراف، لجنه تنظيم عمل الجمعيه، ولجنه الطعون والتظلمات. طيب كل لجنه من دول عندها صلاحيات طبعا في اللوائح موجوده هناك. تمام. واحده من الصلاحيات حقت لجنه تنظيم عمل الجمعيه العموميه هي تعمل كشف الحضور، كشف العضويه، بتضبط النظام داخل الجمعيه العموميه، بتدقق في عمليه الدخول. عندها حاجات كثيره وبتعلن هي ذات النصاب، يعني النصاب ده ما بيحدد زول غير لجنه تنظيم اعمال الجمعيه العموميه. دي اختصاصاته. نعم. لانه كان صار جدل وناس يتدخلوا قلنا ده ما شغلكم، كل لجنه عندها شغل محدد، يعني الامور من البدايه موزعه ومرتبه تماما، يعني جاهزه. تمام. فاللجنه دي قامت باعمالها بما يرضي الله. والجدول بتاع الطعون، اي زول لما عملت الكشف المبدئي قلنا الناس يجي يقدموا الطعون بتاعتهم، مش كده؟ نعم. الامر بعد ذاك، بعد عملنا نشر الكشف المبدئي، اعلان عن الاجراءات والضوابط، اعلنا فتح باب الطعون والتظلم، طبعا حيكون في الكشف المبدئي، نكفي الباب 200، ننشر الكشف النهائي 200، ننشر مشروع النظام الاساسي 200، والاجتماع ذاته جوا الاجتماع ده لما وصلنا للاجتماع الجمعيه طالع عندنا حيسمى الاوامر المستديمه. ده انا كيف ادير الجمعيه العموميه؟ نعم. والاقتراحات تقدم والاجراءات دي كلها موجوده. موجوده. بعد ذاك في حيسمى فتح باب الطعون في اجراءات الجمعيه. نعم. بعد ما تنتهي حتى في الاجراءات. نعم. حتى الجمعيه ذاتها لو زول يطعن فيها من حقه، قلنا من حقه يفتح الطعون. وفي الضوابط حددنا انك تطعن وين ولمنو و200 وكيف وبكم. كله جاهز. كله جاهز ومنشور. ومعلق. يعني انت عندك مشكله، ما لانه في ناس جوا يطعنوا والجمعيه شغاله. تعال اقرا. في النصاب يا اخي لا، انت ما دي ما الجهه المختصه. ناس اللجنه القانونيه دي ما مختصين بالشغل ده. دي ما مختصين. في لجنه انت في مواعيد محدده، في رسوم محدده، في طريقه محدده، في طلب بتكتب بآليه محدده، تمشي تقدم وتكتب الطعن بتاعك. تمام. كله موجود. احنا الكلام ده ما عملناه ساكت، زي ما قلت لك في تضارب، لانه انا محكوم بنظام اساسي بتاع 2008 المفروض اشتغل به. نعم. النظام الاساسي ده فيه بعض المواد بتتعارض مع التزامات نتيجه الاتحاد السعودي لكره القدم. نعم. وفيه بعض المواد بتتعارض مع قانون الولايه بتاع 2017 بتاع الولايه. دي عملت لها شنو؟ عملنا لها شنو طوالي، خاطبنا نحن المفوضيه. تمام. ده اول حاجه، ده التوقيع بتاع المفوضيه هنا. كويس. بالتوقيع بالاستلام وكيت كيت كيت موجود عندنا هنا تحت. كويس. وده خطاب من صفحتين. معليش انا خليني انا اقرا لك يعني. نعم. قلنا الموضوع الجمعيه العموميه غير العاديه، خاطبنا مفوضيه تسجيل هيئه الشباب والرياضه ولايه الخرطوم. قلنا علما ان النادي احنا طلبنا منه مراقبه. لانه في ناس بيقول لك انت بياتوا حق المراقبه، المراقبه دي في نص الماده 25 من قانون الولايه عندها مراقبه هيئه الشباب والرياضه. تمام؟ لانه هي مسجل اصلا، احنا بنقول مفوضيه لانه بكل اختصاصاتها، واحده من حاجات التسجيل. والمسجل ده لازم يراقب الهيئات الرياضيه عشان يتاكد التزامها بالقانون واللوائح الصادره موجود وفي نفس الوقت بالنظم الاساسيه بتاعتها. تمام؟ طيب قلنا حيث انه نص، قلنا علما ان النادي تقدم بطلب عضويه للاتحاد السوداني لكره القدم، اصبح عضوا بالاتحاد وفقا لقرار الجمعيه العموميه في 14 سبتمبر 2017، وقد منح النادي مهله عام انتهت في 13/9/2018.
وما زال النادي يفقد حقه في التصويت في الجمعية العمومية للاتحاد بسبب عدم التزامه بموافقة النظام الأساسي وفقا لمتطلبات نظام الاتحاد، حيث أنه بموجب نص المادة 13 التزامات الأعضاء الفقرة 1، بالمناسبة دي المادة اللي حولونا بها لجنة الانضباط، نعم شوف نحن دارين نطبق فيها، حيث أنه بموجب نص المادة 13 التزامات الأعضاء الفقرة 1 يكون لأعضاء الاتحاد الالتزامات التالية: ألف الالتزام التام بالأنظمة الأساسية ولوائح وموجهات وقرارات الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد السوداني في جميع الأوقات والتأكد من التزام عضويته بذلك. ح اختار الاتحاد السوداني بأي تعديلات في النظام الأساسي واللوائح وقائمة بالأشخاص والمسؤولين الذين حق لهم التوعية والدخول في أي اتفاق من الطرف الثاني. ميم إجازة نظام أساسي للعضو وفقا للمتطلبات لمتطلبات النظام الأساسي حسب كرة القدم. دي من الالتزامات. نون الالتزام التام بكل الواجبات التي تنشأ من نظام ولائح الاتحاد الدول الأفريقي والسودان. دي التزاماتان. وتنص الفقرة 2 على إنه مخالفة الالتزامات أعلى بتخلينا الاتحاد يوقع عليه عقوبات. فأنا عشان ما الاتحاد يوقع عليه عقوبات يفترض أنا أجيز نظامي الأساسي. المادة صارت تحدث عن الاستغلالية. المادة 18 قلنا لو تحدث عن وضعية الأندية وقلنا إنه أمور العضوية لازم أنا أدير أنا بنفسي. قلنا من كل ما تقدم يتضح لسيادتكم أن هناك التزامات طرأت على نادي المريخ ابتداء من تاريخ نيله لعضوية الاتحاد السوداني لكرة القدم، وبالتالي تصبح بعض اختصاصات المفوضية القير منصوص عليها صراحة في النظام الأساسي لنادي المريخ لسنة 2008، ودي اللي هي الإشراف على الإشراف على الجمعية العمومية. النظام الأساسي لنادي المريخ ده ما فيه أي نص بدي المفوضية حق الإشراف على الجمعية العمومية نهائيا من المادة من الصفحة واحد ولا المادة واحد لغاية آخر حاجة اللي هو جرافي ده. كويس عثمان سراج النور قام فوت تسجيل هذا الشهر الرياضة. ما فيه أي نص ولا مادة ولا تلميح بيعطي المفوضية حق الإشراف على الجمعية العمومية لنادي المريخ نهائيا. ده النظام الأساسي السنة 2008. نعم وإحنا مع ذلك قلنا لهم وبالتالي تصبح بعض اختصاصات المفوضيه القير منصوص عليها صراحه، لان المفوضيه الاشراف بتاعها بيجي في الماده 48 من اللائحه العامه بتاعه الوزاره بتاعه الشباب والرياضه بتاعه 2017. ده الماده 48 تديهم، لكن النظام الاساسي ما بديهم. وبالتالي تتعارض مع التزامات النادي المشار اليها اعلاه، وتعتبر المفوضيه في هذه الحاله طرف خارجي. وقمنا ذكرنا الناس كلها بشكوى المريخ للفيفا. كويس دي شكوى المريخ الوداري الفيفا، ويعتبروا فيها الوزير والمفوضيه والاشياء دي طرف خارجي. وحذرت الفيفا الاتحاد، طبعا الفيفا رسلت الاتحاد السوداني، الناس ما قادرين يفهموا الحته لانه المريخ عضو من الاتحاد السوداني مكون من قناه السوداني. التدخل في شان المريخ يعني تدخل في شان داخل الاتحاد السوداني. نعم وبالتالي الفيفا ارسلت الاتحاد السوداني هذا الخطاب في 15 مارس 2018. نعم خطاب شهير ورسلوه وقال له ده تدخل ومنعه، عشان كده احنا عشان السودان ما يتعرض لتجميد الاشياء خاطبنا المفوضية بكل أدب وقلنا نحن ملتزمين. أي نص موجود في النظام الأساسي هنا نمشي به، موجود أدب المفوضية اختصاص نحن ملتزمين به. ما موجود ما ملتزمين به. نعم المفوضية إطلاقا ما موجود. ما ردد علينا طبعا، ما ردد علينا ما ردد عليه ما ردد. ده خطاب يوم 22 رسلناه، وفي خطاب يوم 26 وفي خطاب ثاني يوم 10/10. فما ردد. نحن بموجب الإجراءات بتاعتنا دي كلها جينا وأعلنا الجمعية العمومية، والجمعية العمومية قامت وأدرناها باللجان بتاعتنا نحن، واللي بيشرف على مجلس الإدارة في لجنة مشرفة وعملنا. طيب في نقطة مهمة جدا أنا دار أعرفها يعني، والمشاهد أكيد دار أعرفها. بيقولوا لك إنه يعني الميديا أصهرت إنه الجمعية العمومية لنادي المريخ مجموعة بسيطة جدا، وانتم ذكرتوا ان النصاب القانوني اكتمل. هل ممكن انا اذا عضو جمعية عمومية سجلت اسمي امشي اصلي، امشي السوق، امشي البيت، بعد ما اسجل لو كان في نفر واحد انا ممكن اقيم الجمعية؟ انا ممكن يعني شوف دي واحدة من الحاجات الناس ما قادر يفهمها. واحد بيجيك في لحظة محددة يقول لك احسب لي الناس ديل انا بحسبهم، هاي يقول لك ده 150 ده 160 ده 200 ده او نمره واحد. انت ما من اختصاصك تحسب الناس. نمره 2 اللجنه القانونيه ذاتها ما من اختصاصها تحسب الناس، حتى اللجنه القانونيه. نمره 3 الجهه اللي عندها حق حد النصاب، احنا قلنا لجنه تنظيم اعمال الجمعيه العموميه. ليه؟ لان دي اللي عندها الدفاتر. دي اللي بتدقق اللي بيدخل منه والما دخل منه جنه. تمام. اي شخص سجل حضور ده يعد في النصاب موجود. لو مشى نام لا ما في ناس جاءوا طلعوا مشوا. احنا من الساعه 1 الباب مفتوح.
النصاب ده ما اكتمل الا الساعه 6 تقريبا. نعم. بعد صلاه بعد المغرب في ناس مشوا المغرب، جات مطر مشت الكهرباء قطع، في ناس مشوا، في ناس جو بدري وزهجوا ومشوا. نعم. كويس. نعم. الناس افتكرت كل انه نصاب، احنا زعتنا انا واحد من الناس لانه ماشيين وجايين وبتعاين تفتكر النصاب ما حيكتمل. نعم. كل مره يجي والله 370 اها او 400 يا اخي قربنا وصلنا كده. ففي النهايه الناس المسجلين المسجلين ديل وعليهم علامه الحضور وكده 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 ديل الحد ديل المحسوبين ديل المحسوبين قاعد الناس اللي جاب ما في زول جا سجل ومشى من حقه ده يعتبر ما درع يعني يعتبر نعم. خلاص وجا الماجي كله ده ما محسوب لكن الجو طلع ده الجو طلع ده محسوب نعم مش كده نعم انت من الساعه 1 عندك قربت الست ساعات ولا سبع ساعات شغال الناس بتجي وبتمشي عشان كده ما بتلقى الناس ما جات في وقت واحد ما كلهم في وقت واحد نعم فدي الاجراءات يعني الزول ممكن يجي زول في لحظه محدده نعم يجيب لك لقطه في لحظه محدده يقول لك النزه بسيطه النزه ما تم ما بيحسبوا كده ما بتتحسب كده ما بتتحسب كده نعم تعال اقعد انت نعم زول ده يجي يقعد منا الساعه 1 يجي يشوف الناس يسجل ولا ما سجل ده كلام نمره 2 نتكلم عن موضوع بتاع بطاقات بطاقات يا اخي في ناس من اللجنه المنظمه بتاعتنا في واحد من المشجعين الزراف في واحد شال البتاع بتاعته دي وداه له كويس نعم فالناس تناولوا انه ده يا اخي اول حاجه البطاقات دي ذات عشان اقول لك كلام ده عمل تنظيمي للدخول نعم. برضه ترى اقول لك ما بتحسب بيه النصاب ما عنده علاقه بالنصاب يعني عشان واحد يقول لي والله ادوا بطاقه فلان لفلان وحسبوا ما بيحسبوا اشيل اللابس وده ما له علاقه ما النصاب انا قلت لك ده في اللائحه بتاعتنا نعم المعمول ويتكلم ما في ما البطاقه دي ما بتحسب لك نصاب ما بتحسب نصاب ما تيجي تقول لي اديتها لفلان واديتها لعلان يعني ممكن تكون شايل يا اخي قدامك ده انا قدامك ده ما عندي دخلت بدون بطاقه ما عندي بطاقه نعم ما يحسبوا اسمي في ناس دخلوا وعندهم بطاقه نعم المعيار هناك الموجود الشيء القانوني والناس اللي صح يا استاذ معتصم حاجه واحده نعم ما بنحترم التخصصيه ما بنحترم ده شغل فلان هذه مشكله احنا عندنا راي في اي حاجه لا دي مشكله وانت مفروض تعمل للزول الحاجه اللي بيعرفها اللي هو دايره الدايره ما عملت له معنى كلامك غلط نعم دي مشكله شيء جديد ما جديد ما بتعرفه ما تعرف يا دكتور دي في السودان في اي حته دي مشكلتنا حتى في الفيسبوك ده لو كتبت لك منشور ولا بوست بيدخلوا ناس وانت ما تكون قاصد الحاجه دي يعني يكرهوك ليه انت جاي سالتني ليه مدرس الخيري قال كده ولا عمل الحاجه اقول لك ليه نعم لانه المجموعه دي بترى انه مدرس الخيري ده واقف ضده يعني بس خاطين في ذهنهم بس انه ضد مصالحهم انا بس دارس اسال سؤال الناس اللي في ديل هل هو ضد المريخ ولا ضد اشخاص في المريخ نعم السؤال ده بيجاوب على 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 كل السؤال ده على حاجات كثيره جدا ده كلام سليم يعني اذا عمل اذا انت الكلام ده في صالح المريخ ولا في ضرره هو بالضبط كده ما له الزول ممكن يخطئ وتقديراته تكون خطا وكل حاجه لكن ما بترتبط بشخصيات محدده انت ما بترتبط بمجموعات محدده انت ضميرك اللي بيمليه عليك تقول رايك ده وتجاهر به ما شرط انت يعني ما شرط ان الناس دي كلها توافق على كلامك ده كلام سليم مش كده ده كلام سليم اللي بيمليه عليه ضميرك انت بتعمل واخلاقك اللي بتفرض عليك انت تلتزم وقدراتك ما فول ستوب ما عندك علاقه بال يا دكتور في كلام برضه بيدور عن عن العضويه يعني النظام البايد او الحزب موجودة عضوية وحاول برضو انتوا برضو في كلام عنكم حاولتوا برضو العضوية دي فيها وانت بتعلم انه العضوية دي أس المشاكل يعني حتى في الانتخابات السياسية مشكلة والله شوف العضوية دي مشكلة كبيرة جدا جدا اكون معك واضح يعني واحدة انا اجيب لك سر ما يعني احنا واحدة من العضوية اللي قلنا يا اخواننا القوة وجدناها في 2018 انه موجودة كل الناس ذيل في وقت واحد دي واحدة عضوية مستجلة نعم كلهم في زمن واحد وفيهم الناس اللي انا بعرفهم شخصيا هلالاب عديل بعرفهم شخصيا تمام فديل اصغتنا عضويتهم نعم تمام نمرة اثنين الان انا دار اقول انه الناس بتكلم والله المجلس ده جاب العضويه بتاعته وعمله وكذا 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 يا اخو انا لو جاب العضويه انا اقول لك كلام انا عندي ناس شغالين انت كنت الوقت ذاك ما موجود لا انا ما موجود الوقت ذاك ما موجود كان موجود منه ما هو اللجنة العضوية ذاتها موجودة يعني قاعدة شغالة نعم موجودين الان ولا المجلس لا ما عارف ما كان كانت لجنة وفاق وحاجة بالشكل ده مجلس وفاق وكذا وكذا نعم. الاغ عمار كان موجود اي موجود بالضبط كده هو كان موجود بالضبط كده هو كان مسؤول عن تقريبا عن لجنه العضويه تقريبا كده نعم فديل المجموعات كبيره مثلا كانت موجوده كويس انت بتجي انا اللي علي بديك النصيحه بقول لك والله ده ما طبق الماده كده ده انا ما علي انه المجالس السابقه طبعا واحد بيجيني يقول احنا ما كنا قاعدين نعمل كده زمان نعم يا اخي انا ما مجلس مختلف انا نعم انا ما شفت انا اتبع نفس الحاجه في طريقك يعني انا عندي نصيحه بيقول لي لازم العضويه دي تجاز من مجلس الاداره يا اخي انت لو عندك انا ده موضوع براهم ما عندي لانه الترتيب بتاع النصوص بيكون كده نعم. وحق التفسير ده حق مجلس الاداره افسره نعم. انا وعملته وانتهى الموضوع نعم. طيب الان انا دار صحي برضو معلومه يعني انت ممكن تكون قاعد من الساعه 1 لغايه الساعه 6 بتعاني انه النصاب لغايه ما يكتمل ما انت اصلا العضويه دي لو حقتك ولو كلها حقتك نعم
كان كلهم قعدوا جو خمس دقائق والموضوع انتهى. انتهى الموضوع مش كده؟ نعم. ما لكن اقول لك في ناس موجودين معي موظفين في المكتب التنفيذي ما حضروا الجمعيه العموميه. نعم. ليه؟ لانه ما بتنطبق عليهم الشروط. نعم. وفي ناس اعضاء في مجلس الاداره ما دخلوا اسمهم ما جاء ما بتنطبق عليهم الشروط. ما بتنطبق عليهم الشروط، نعم. وفي ناس موظفين في النادي ما بتنطبق عليهم الشروط. نعم. يعني انت اصلك لو داير تجيب ناسك زي ما يقولوا تجيب الموظفين والعمال وما عارف شو ما تعرفهم وتدخلهم تكتبهم وتدفع عليهم وتصححهم وتدخلهم. سقوط الاسماء دي انا دار اقول حاجه واحده ثانيه عشان اديك اكثر من كده انه يا اخواننا النظام الاساسي اي زول اكتسب عضويته بالنظام الاساسي القديم بمجرد اجازه النظام الاساسي الجديد انت محتاج توفق اوضاعك بالنظام الجديد يعني الانتخابات داك انتهى داك انتهى انت بتجي بعد ده بتدفع عليه الفرق بتاع الحاجات واجراءات بنشوف الاجراءات الموجوده في النظام الاساسي الجديد انت عشان تدخل انتخابات وترشح لازم عضويته تكون بالجديده نعم اقبل الان الناس كلها حتتساوى ما في ده معاي وضد ده ضدي يا اخواننا الفهم بتاع انه معاي وضد ده نشيله برا نعم لانك انت الان امام نظام جديد الناس حينتخبوا لجان حتكون لجان منتخبه بتاعت استئنافات يعني احنا الاشكاليه مثلا في 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 اللجان بتاعت النظام الجديد كانت شنو؟ نعم. يقول لك ما انت الخصم والحكم ما انا النظام الاساسي ده اصلا هو اصلا ده عدله ليه؟ لانه كل السلطات الداله مجلس الاداره نعم هو الخصم والحكم و... كل شيء واي حاجه اي شيء طيب انا داري اغيره ليه؟ هو اصلا النظام ده لو في فصل سلطات انا اغيره ليه؟ خليه ما اخليه قاعد نعم لكن النظام ده لانه ما فيه فصل سلطات السلطات كلها مكرسه احنا لازم نغيره لكن انت يجب ان تتعامل به لغايه ما تعدل لغايه ما تعدل عشان كده انت عملت كونت لجان مستغله لكن بالتعيين وليس الانتخاب نعم هسه انت حتكون في النظام الجديد لجان مستغله لكن بالانتخاب وليس التعيين ده الفرق الكبير وده الفرق الكبير اللي بيدي الاعضاء حقوقهم وحريه واي حد قرار يجوا يكتسبوا عضويتهم بموجب لائحه العضويه بمجرد الاجراءات الجديده يا اخي يجوا الغالبيه اللي يقولوا النظام اللي انت جسده يا اخواننا فاشل ويجي لهم صح ولا لا؟ فالامر نعم. يعني ببساطه يعني طيب من الحاجات المهمه يعني في نقطه بيتكلموا عنها ناس كثير جدا المريخ ليس نادي لكره القدم فقط برضو ده كلامك طيب ده سؤال ممتاز جدا جدا هو اللي قال المريخ نادي لكره القدم منه؟ انا سي النظام الاساسي الجديد لنادي المريخ ده ما في حاجه تتعلق بكره القدم غير لجنه كره القدم فقط بس كلمه اسمها لجنه كره القدم لجنه كره القدم كل انا دار جزء من كل وفي ناس بيقول لك احنا ما تابع الا الاتحاد السوداني نعم. الاتحاد ما ليه احنا ومنو قال المريخ تابع للاتحاد السوداني نعم ومنو اصلا ونحن اصلا لو المريخ ده تابع للاتحاد السوداني هو بيشرف عليه ما كان نقبل يشرف على الجمعيه العموميه نعم وانت بقى قلت نقطه قلت ممكن في امكاننا ما ندعو يعني ما ندعو ما ندعو يا نعم. جماعه العلاقه بين المريخ والاتحاد السوداني هي علاقه بتاعت عضويه نعم. وزي ما قلنا الكلام ده هنا انا عندي حقوق وعلي التزامات نعم. وكل والنظام الاتحاد السوداني بيقوم على مبدا الحوكمه الرشيده يعني نفس النصوص الموجوده في الاتحاد السوداني لكره القدم اذا اتحاد كره السله عمل ويبغى الاتحاد كره السله الدولي حيجيب نفس النصوص نفس النصوص وده حيكون الحقوق بتاعت الاعضاء دي ثابته نعم ما بتتغير ما بتتغير لانه كلها قائمه على مبادئ الحوكمه المبادئ الحوكمه دي اللجنه الاولمبيه الدوليه التزمت بها كل الاتحادات الرياضيه الدوليه نعم. وكل اللجان الاولمبيه الوطنيه وكل اعضاء اللجان الاولمبيه الوطنيه وكل اعضاء الاتحادات الرياضيه الدوليه نعم يقبل احنا النظام يعني انا الليله يعني انا واحد قال لي يعني احنا بكره يعني التحقنا باتحاد كره السله حيقول لي عيل لي ما كده الموضوع ما كده لانه اصلا انا نظامي ده نظامي الواحد ده اللي عملته انا الاتحاد السوداني هو نفسه حيقبل الاتحاد كره السله والطائره والرجل حيشمل كل لانه قايم على مبادئ الحوكمه الرشيده نعم نعم عشان كده انا الاتحاد انا ما تابع للاتحاد يا اخواننا انا هيئه رياضيه مستغله الاتحاد ده انا علاقتي به حسب النظام الاساسي بيقولوا لي بس فقط ونطاق تطبيق العقوبات بتاعته في اطار كره القدم ما عنده علاقه بالانشطه الثانيه حاجاته دي كلها في اطار كره القدم وبالتالي انا يا جماعه ما زي زمان المفوضيه كانت علي جبهه الاتحاد العام الكلام ما كده انا هيئه رياضيه مستغله عندي علاقه بينه وبين الاتحاد السوداني بنصوص محدده انا ملتزم بها من ضمنها الاستغلاليه من ضمنها حقوق الاعضاء والتزامات الاعضاء والحياه ملتزم بها لانه نفس الالتزامات دي نعم واحده يعني طيب انا يعني قبل ما اختم عندي بعض الاسئله الصغيره لكن ده رزال رايك شنو انت في الجمعيه؟ هل بتفتكر انه هذه الجمعيه وهذا النظام الاساسي بهذا الشكل وبالجمعيه اللي قامت هي قانونيه وبتقول شنو لجمهور المريخ؟ لانه هناك كثير بيتكلم عن انه الموضوع ده حيتلغي وما حتكون في جمعيه ملغيه وكلام كثير بيدور. والله شوف بموجب الاجراءات التي تمت وجدول الاجراءات اللي معلن وقيام اللجان بموجب النظام الاساسي لنادي المريخ بموجب نص الماده 19 في الاتحاد السوداني لكره القدم والماده 18 في الاتحاد السوداني لكره القدم نعم. كويس بما ان المريخ هيئه رياضيه مستقله والاجراءات التي تمت بموجب الصلاحيات المنحه لمجلس الاداره فان الجمعيه العموميه لنادي المريخ جمعيه قانونيه 100% نعم. وانه اي قرار صادر من الجمعيه العموميه لنادي المريخ يلقى باحد امرين اما من لجنه التظلمات والاستئنافات اللي كونها نادي المريخ او
انه نحن نرتضي يكون في خصوم ونمشي للتحكيم فقط غير كده ما في جهه بتعمل عندها حق التدخل في الشؤون الداخليه لنادي المريخ عشان تلغي القرارات والحاجات، لانه المريخ لم يخالف القانون. نعم. والكلام ده واضح في تعميم الفيفا. الفيفا نعم. الفيفا لما رسل الاتحاد السوداني لما كان الفيفا الاتحاد السوداني كان بيشترط انه يودع القرارات الجمعيه العموميه او انه النفاذ بتاع القرارات عند المفوضيه. نعم. الفيفا قالت له كلام زي ده ما بيجي. نعم. قرارات الجمعيه العموميه نهائيه وانت ما لا معقب لها نهائي، ما في جهه بتتدخل في ايا كان. يعني الان لا اتحاد، لانه حتى الاتحاد السوداني ذاته الماده بتتكلم عن استغلاليه الاعضاء واجهزه الاعضاء. نعم. انا بمثل في الاتحاد السوداني جهاز تشريعي لانه عضو جمعيه عموميه. نعم. مبدا فصل السلطات بيقوم على انه السلطه التنفيذيه المسلمه مجلس الاداره واللجان المساعده لا تتدخل في عمل السلطه التشريعيه اللي هي عمل الجمعيه العموميه. نعم. لانه لو سمحت انت للجان التنفيذيه او للجان المساعده او مجلس الاداره انه يتدخل في اعمال الجمعيه العموميه يلقي دي ويجيب دي. نعم. ممكن يكون مجلس اداره يكون من صالحه هو. نعم. يجيب نفسه ثاني. نعم. فمبدا فصل السلطات قام على هنا بحيث ما بدا الضبط والتوازن. ده ممنوع للسلطه التنفيذيه تتحكم في السلطات التشريعيه او في السلطه العدليه، والكلام ده كان موجود هنا. احنا عدلنا الكلام ده عشان نجي لمبدا فصل السلطات. الناس عايزه يعني موضوع ما موضوع حكومه ما موضوع مفوضيه، موضوع استغلاليه. الاستغلال انه انا ادير نفسي بنفسي وادير اموري من داخل بقرارات الجمعيه العموميه. انا وصلت لاعلى حاجه، الجمعيه العموميه هي اللي اجتمعت وهي التي قررت وهي التي اتخذت قرارها باجازه النظام الاساسي. نعم. اذا في حد داري يقضي النظام الاساسي للنادي المريخ، وبعدين اقول لك كلام، هو النظام الاساسي ذاته في عظمه اللجنه القانونيه بالاتحاد السوداني وافقت عليه. طيب ده كلام جميل، ويمكن عندنا سؤال. قانونيه مشاركه اللاعبين اللي انتهت عقوداتهم امس مع انديتهم بالدوري. شوف انا هتكلم لك من جزئين. في جزء عام انه اي عقد، العقد بين الطرفين لا يحق لاي جهه انها تمده كويس او تلغيه الا الطرفين الاثنين مع بعض. نعم. نثبت الحته دي. نعم. تمام. نعم. لما تجي للمشاركه والناس تتكلم وفقا للتعميم، نجي نشوف اللعيبه ديل منو. لانه قرارات الاتحاد السوداني اسمها ناشونال ايشو، ده شان وطني. الشان الوطني ده بيسري على الجميع. يعني بيسري على اللاعب وعلى النادي وعلى اي شيء، بيعتبر زي كانه توجيهات. انت ما عليك الا تغني للشغلانيه دي. اللاعب الدار يرفض من حقه، من حقه. والنادي الدار يرفض من حقه. لكن انت الليله لو جيت اللاعب اشرف وقال غير قانوني، انت حتشتكي منه. ما خلينا نمشي لبعيد. نعم. حتشتكي منه. نعم. لجنه المسابقات ملزمه بقرار مجلس الاداره مثلا. تمام. حتمشي تشتكي منه، قرار مجلس الاداره لا تستانف، انت تمشي للتحكيم. نعم. ما بتمشي لي انا لو انت شفت الكلام ده مش هديه الفيفا بلغي لك. نعم. لانه الحاجه الوطنيه دي تظل وطنيه. تظل وطنيه. لكن هو طلع تعميم. التعميم ده يغنن والناس في اوضاع اللاعبين حيغننوه. طيب انا بحييك وبشكرك كثير يا دكتور مدرس الخيري، كنت اتمنى الزمن يكون اطول شويه، لانه قبل شويه انا قلت لهم داير دقيقه لانه هم بيقولوا لي عندنا زمن فاصل. انا بحييك كثير جدا الدكتور مدرس الخير، مدير التنفيذي نادي المريخ، عضو اللجنه القانونيه بالاتحاد السوداني. شكرا لك كثير. شكرا لك استاذ معتصم، وسعيد جدا بالتواجد معك، ونحيي مشاهديك. ورسالتي الاخيره لجمهور المريخ انه يا اخواننا الناس ما تتحزب، ما تتصنف، وتتوحد خلف نظام واحد، خلف الكيان فقط، وما يصح الا صحيح في النهايه. شكرا لك كثير. شكرا. وبحيي المشاهدين اللي بتابعونا. فاصل مشاهدينا الاعزاء، ثم نعود مع الزميل سالم سعيد.